هلا مشاهدينا وصلنا لاخر محاورنا وبنترك مساحه للابداع والتميز عند اطفالنا، واليوم معنا طفله جميله عندها موهبه الشعر والقاء الشعر والفصاحه. لنتعرف عليها اكثر اسمعوا حولي، رحب بميرا الوزي. اهلا وسهلا فيك يا ميرا، كيفك؟ تمام الحمد لله. شو اخبارك؟ تمام. كيفك يا ميرا اليوم؟ ان شاء الله تمام. تمام هلا صرت تمام اكثر الحمد لله ما شاء الله عليك. ميرا انت رائده على مستوى القطر بالفصاحه والخطابه. هاتي لنشوف، احكي لنا انت بتحبي، اهلك بيحبوا، انت ايمت بلشتي هيك؟ اهم شيء اهلك بيحبوا. انا بلشت من وقت اللي كنت يعني بعمر صغير، يعني ما شاء الله صبيه هلا ميرا صف خامس مثلا، اي من الثاني. وانا بحب كثير، عندي شغف لهي الموهبة بالاخص يعني. حلو. هلا نحن عندنا مواهب وعندنا كثير هيك مواهب مكبوته، ولكن انه نطلعها بده يكون حدا داعم لنا. اكيد. مين كان داعم لك ان انت فعلا تتميزي؟ الاهل بشكل عام. بابا والماما والمدرسة. بابا وماما ورفقاتي وكمان جده الله يرحمه. كمان كان في كتير تشجيع من العيلة. طب بدنا نسمع شيء أول شيء بعدين نحكي نحن وياك. هلا شهر آذار هو الشهر اللي مليء بالمناسبات الجميلة جدا، فأنا اليوم بشرفني إنه أحكي عن مناسبتين اللي هنن عيد الأم وعيد اللغة العربية. طيب بنبلش باللغة العربية. بنبلش باللغة العربية. تفضلي. اوكي. القصيدة هي صح صغيرة بس كثير معبرة وأنا كثير بحبها. تفضلي. لو لم تكن أم اللغات هي المنى لكسرت أقلامي وعفت مدادي. لغة إذا وقعت على أسماعنا كانت لنا بردا على الأكباد. ستظل رابطة تؤلف بيننا فهي الرجاء لناطق بالضاد. وتقارب الأرواح ليس يضيره بين الديار تباعد الأجساد. أفما رأيت الشمس وهي بعيدة تهدي الشعاع لأنجد ووهاد. أنا كيف صرت أرى الأنام أحبتي والقوم قومي والبلاد بلادي. الله يعطيك العافية. بتحبي نوعية محددة أنت من الشعر أنك تقوليها وتقريها واللي أي شيء ممكن أنه يستهويك؟ في من بحب كل أنواع الشعر بس بفضل الفرح وبفضل المناسبات السعيدة. حلو. ايه بس هلا حلو مثلا بكل شهر عندك مناسبة ممتازة. ايه حلو. ايه أكيد كل وقت له حلو شيء خاص ممكن انه انا اقرا. الشعر الجاهلي القديم بتحبيه؟ بتحبي تحفظيه؟ بحب كثير نزار قباني ومحمد مهدي الجواهري وبدوي الجبل. بيهموني كثير قصائدهم، كثير مميزه وبتحكي عن كل شيء يعني. حلو. انه معبره وقادره انك تقرايها. اي قادره. حلو. يعني مثلا انا هلا القصيده اللي راح القيها لنزار قباني عن الام طويلة ومعبرة وحلوة. هلا رح نختم بعد ما بناخذ تفاصيل ومعلومات عنك وكيف عززتي هيدي الموهبة من خلال مشاركتك انت مثل ما تفضلتي وقلتي حضرتك انت رائدة وكنت صف ثاني لساتك بعمر صغير. لساتي بعمر صغير وكان كثير بيستهويني هي الشغلات وكنت حافظة يعني بحفظ يعني طويل ما انه انا شيء كثير هلا بغض النظر عادة. عن الحفظ يا ميرا انه في شيء اسلوب القاء يعني هيدا الشيء ما بيجي، بيجي عن تمرين، بيجي عن موهبة، كيف أنت مرنتي حالك لكنتي فعلا حاضرة بالفصاحة والخطابة؟ صار في يعني مثلا هلا أنا بوقت الفراغ في كمان الواحد هيك بيتدرب بدل ما يقعد يتلهى. الواحد تدربي على وقفتك مثلا تقرأي القصيدة يعني أو الشعر بتقولي أنا لازم أنت لا انا عندي ميكروفون حلو فانا قدام مرايتي انه على اساس انه هي الجمهور حلو تمام وانا بتدرب ولو خربطت الواحد ما بيصير يكون شاطر الا اذا خربط يعني ما حدا ما بيتعلم غير من اخطائه. اكيد. حلو. اكيد. طيب اهميه المدرسه بموهبتك؟ صراحه
كتير يعني بتتشجعي انه انك تكوني انت موجوده وتتميزي. ما بيستغلوكي بكل مناسبه انه تعي يعني تعي احكي لنا او القي لنا شعر او هيك؟ صراحه لا، انا بالاماكن لانه ما بيعجبني يكون فيها او انه بالاحرى انه انا ما كثير بكون حابه الجو، انا ما بحس حالي انه انا كثير فيني اجبر حالي، بس لا مدرستي ومديرتي وكل الكادر يعني ايه كثير كثير بينحبوا صراحه، مشجعين بشجعوا كثير. انت حالتك النفسيه بتكون مرتبطه كثير بادائك، يعني بتحبي انه تكوني تقدمي شيء وانت مرتاحه؟ اي اكيد اكيد، يعني الشيء اللي انا عم القيه بحب اني انا اتوسع فيه كمشاعر كحركات يعني ايه. حلو، طيب سمعينا شيء هلا. راح اسمعكم اول شيء عن الوطن ونختم بقصيدة الام لانها طويله. يلا تفضلي. سكبت اجمل شعري في مغانيها، ما كنت يا شعر لي ان لم تكن فيها، هذه بلادي ولا طول يطاولها، في ساحه المجد او نجم يدانيها، ومهره العرب الاحرار لو عطشت نصب من دمنا ماء ونرويها. يا أيها الشعر، يا أيها الشعر، كن نخلا يضللها، وكن أمانا وحبا في لياليها. هذه بلادي، هذه بلادي، بها الأحرار قد طلعوا أقمار حق، أقمار حق أضاءت في دياجيها، وعطروا بالدم القاني مدائنها، وزينوا بأمانيهم بواديها، وعلموا الناس، وعلموا الناس أن الموت أغنية، كان الشهيد بإيمان يغنيها. وهذه الأرض، وهذه الأرض لو من قلة هلكت، فنحن بالحب لا بالمال نحييها. الله الله يا ميرا، فكر السنة تشاركي بالرواد؟ ايه طبعا شاركت الاسبوع الماضي. شاركتي، برافو. ايه طبعا، ايه وهو بداية ايار رح نروح ورح شو حاطة ببالك انت؟ حاطة يعني قصائد محددة هلا ببلش انت بتجهزي لها بتحفظيها طريقة اداءها؟ انا عندي كتير ذخيرة كتير حلوة بالنسبة للشعر، طالما انه انا مبلشة من عمر صغير فانا حافظة، انا بتذكر وعندي دفاتري وانا يعني كل شيء خاص فيني عندي. ما شاء الله عليك يا يعني ميرا، انت عم تنتقي المواضيع المؤثره. اول شيء قراتي عن القراءه واهميه القراءه، يعني هيدي رساله لكل الطلاب ولكل الاطفال انه فعلا طبعًا اقتنوا هيدا، وبعدين للوطن يعني، وهيدي اسمى يعني المشاعر انه فعلا انه نحكي. المشاعر اللي بكون عم القيها انا بحس فيها، ما انه انا يعني ما انه انا خلص بس عم انقي لحتى انا انشهر او لا، مشاعرك بترجميها انت وكمان عم تاخذي المناسبات الفرحه واللي بتبعث سعاده او ايه. بس هلا اكيد مثلا في مواقف نحن لازم نوقف فيها، ولو كانت حزن مثلا حلو عادي. حلو، برافو عليكي. شو حابه تصيري بالمستقبل ميرا؟ صحفيه كثير بحبه لهذا المجال صراحه. برافو، ليش جلتي يعني انه بالعكس كثير؟ لا سر منافسه لنا اصدقاء بالمجال. ان شاء الله ان شاء الله هيك بتصيري مثل ما بتتمني يا ميرا. شو حابه هيك كمان تسمعينا؟ رح هون بالام، بالام هون بالام اللي تعبت علينا كثير صراحة. حلو، يعني نحن شو ما حكينا ما فينا نوافيها حقها للأم طبعا. حلو، ايه بس فينا نعبي. يلا حلو، فينا نعبي لا نعذبها ونساعدها يعني. ايه نحن بس من ايه نحكي يعني نظري يعني. صباح الخير يا حلوة، صباح الخير يا قديسة الحلوة، مضى عامان يا أمي على الولد الذي أبحر برحلته الخرافية وخبأ في حقائبه صباح بلاده الأخضر وأنجمها وأنهرها وكل شقيقها الأحمر، وخبأ في ملابسه
طرابينا من النعناع والزعتر وليلكة دمشقية. أنا وحدي، أنا وحدي دخان سجائر يضجر، ومني مقعدي يضجر، وأحزاني عصافير تفتش بعد عن بيدر. عرفت نساء أوروبا، عرفت عواطف الإسمنت والخشب، عرفت حضارة التعب، وطفت الهند، طفت السند، طفت العالم الأصفر، ولم أعثر على امرأة تمشط شعري الأشقر، وتكسوني إذا أعرى، وتنشلني إذا أعثر. فيا أمي، فيا أمي، أنا الولد الذي أبحر، ولا زالت بخاطره تعيش عروسة السكر. فكيف فكيف يا أمي، غدوت أبا ولم أكبر. الله صباح الله. الخير من مدريد، ما أخبارها الفلة؟ بها أوصيك يا أماه، تلك الطفلة الطفلة، فقد كانت أحب حبيبة لأبي، يدللها كطفلته، ويدعوها لفنجان قهوته، ويسقيها ويطعمها وينشلها برحمته. ومات أبي ولا زالت تعيش بحلم عودته، وتبحث عنه في أرجاء غرفته، وتبحث عن عباءته، وتبحث عن جريدته، وتبحث حين يأتي الصيف عن فيروز عينيه، لتنثر فوق كفيه دنانيرا من الذهب. الله. سلامات سلامات إلى بيت سقانا الحب والرحمة، إلى أزهارك البيضاء فرحة ساحة النجمة، إلى تختي، إلى كتبي، إلى أطفال حارتنا، وحيطانا ملأناها بفوضى من كتابتنا، إلى قطط كسولات تنام على مشارقنا، وليلكة معرشة على شباك جارتنا. الله الله يعطيك العافية، نورتينا، أكيد بنتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله هيك نشوفك محققة كل شيء بتتمني. شكرا كثير لك ميرا، نورتي صباحنا. نورتي صباحنا يا ميرا.